شكرا يا الكاميرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلطول هذه العروض أقتصر إن شاء الله تعالى على ذكر العناوين البارزة في المواصفات الأساسية التي لا بد للخطيب أن يجمعها ليكون مؤهدا للنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكون خطيب الأمة. فأقول: خطبة الجمعة كلمتان خفيفتان على اللسان، فعولان في الوجدان، لعظم قدرهما في هذه الشرعة السمحة، ولخطير أثرهما في هذه الملة السهلة. ويكفي المؤمن حجة على فضل الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فالجمعة ترمز لسبق الأمة ولسيادتها ولخيريتها ولتقدمها، ولهذا لا ينبغي للخطيب أن يخطئ هذه المقاصد الكبرى التي ينبغي أن يكون خطابه خادما لأسبقية الأمة، لتكون مؤهلة للشهادة على غيرها، وتكون مؤهلة لأن يتباهى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا يحتاج الخطيب إلى مواصفات أساسية يمكن أن تقسم إلى أربعة مستويات: أولها مستوى علمي، والثاني مستوى رباني، والثالث مستوى أخلاقي، والثالث مستوى متعلق بانتماء الخطيب وبهويته. أما المستوى الأول فيتعلق بالعلم، ويحتاج الخطيب فيه إلى أن يكون ملما قدر المستطاع بمشمولات العلوم الملية المتفننة إلى ست صناعات: أولها بيانية وهي صناعة التفسير، والثانية حسية وهي صناعة التحديث صناعة المحدثين، والثالثة عقلية هي صناعة المتكلمين التي يعرف بها الخطيب قضايا العقيدة المتعلقة بالإلهيات والنبويات وبالغيبيات، وصناعة جامعة بين الحس والعقل هي صناعة الفقهاء، وصناعة هي بمثابة الآلة المعينة عليها هي صناعة اللغة، وصناعة تخليقية أساسية تستفاد من مجموع شعب الإيمان بكل تفاصيلها، ليتحقق الخطيب قبل غيره بالصفات الأساسية التي يكون بها مؤمنا جامع الإيمان. والخطيب يحتاج في وقتنا الحاضر إلى أن يكون لسانه فصيحا، أن يعرف المقصود من الوحي كما هو من غير خطأ ولا زلل، أن يكون عارفا بدلالة النص الذي يستشهد به حفظا ودلالة، أن يكون حافظا لحظ وافر من الأحاديث النبوية التي هي على شرط الصحة عند الأئمة المعللين، أن يعرف تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلم بسير الخلفاء الراشدين وسير باقي الصحابة المقربين، أن يعرف تاريخ الأمة في مجموعه، وأن يعرف تاريخ بلده لأنه يعينه على إحسان القول في المناسبات الوطنية. ويقتضي العلم أن يكون الخطيب عارفا باحتياجات جماعته ليرتبها حسب أولوياتها ويعالجها بنصوص الوحي، حتى يكون إنسانا مهيئا للتغيير المنشود الذي به ترتفع الأمة في قدرها ومكانتها. المستوى الثاني رباني، ويتعلق بمجموعة من الصفات، أهمها صفة الإخلاص لله،
بالتبري من كل ما سوى الله، والثانية صفة الخشية التي هي جماع العلم، صفة الخشية التي يعرف الإنسان بها معاني أسماء الله فيستحضرها ويستظل بظلالها، أن يعرف قدر هذه الحياة، أن يعرف قدر الأوامر وقدر النواهي، وأن يكون دائما مراقبا لله عز وجل. ثم صفة الأمانة التي تجمع أمانة الشريعة وتجمع أمانة الدين وتجمع أمانة الأسوة أو الإسوة وتجمع أمانة الشهادة وتجمع أمانة التبليغ وتجمع أمانة الحفظ على كيان الجماعة. والكلام في هذه الأمور طويل الديل جدا. ثم يحتاج الخطيب إلى صفة أخرى أساسية، التي هي صفة اليقين. صفة اليقين لا في نفسه هو، ولا فيما يقوله للناس، ولا في الوعود المضمنة في نصوص الوحي التي يتلوها على الناس. المستوى الثالث أخلاقي، يحتاج إلى صفة الصبر وإلى صفة الرحمة التي هي أم الصفات، والتي يكون فاقدها بعيدا عن الشريعة بعدا يجعله على شفا هلكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله عز وجل في قلب رحمة البشر. ثم صفة التواضع التي تجعله يشعر بافتقاره، باحتياجاته، احتياجات النقص واحتياجات الزيادة، وأن يوقن أنه ليس الأول فيما يعتقده، وأنه أول فيه، وأن يلتمس من الله عز وجل القبول فيما يأتي وفيما يذر. ثم لا بد وأن يكون متحققا بالصفة الجاذبة الناتجة عن التحقق بصفة الأسوة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب الناس بسبب صدقه وإخلاصه. لأن القبول أيها الإخوة الكرام الذي حباكم الله عز وجل به راجع إلى سر خاص في النفس يتحكم الله عز وجل فيه بسنة الإلقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في ملائكته وقال: يا ملائكتي إني أحب فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. المستوى الأخير مستوى وطني، يبين عن هوية الخطيب المستفادة من قوله وفعله وسمته وموقفه عن سؤال ما هو. ينبغي أن يظهر من خلال أقواله وتصرفاته انتماؤه لوطنه الذي تحدث عنه أستاذنا حفظه الله سيدي مصطفى بن حمزة، ليلزم الخطيب بمعرفة ثوابت بلده بالصدور عنها في قوله في فعله في تدريسه بحمايتها بصيانتها، من أجل أن يكون خطيب الأمة يدافع عن حرمتها ويساهم في تنميتها وفي ترقيتها وفي صيانتها. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.